حياكم الله لما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. اعتبرت وزارة التخطيط أن أعداد موازنة أو إعداد موازنة لثلاث سنوات ليست بجديدة، وإنما وردت في قانون الإدارة المالية والدين العام لعام 2019 بحسب قولها. وقال وزير التخطيط محمد علي تميم إن الموازنة تعتمد على الإيرادات والنفقات والعجز وتغطية العاجز، لافتا إلى أن موازنة عام 2023 أقرت بما يقارب 200 تريليون دينار وبعجز بلغ 60 تريليونا. وأضاف الوزير أن موازنة عام 2023 اعتمدت على سعر برميل النفط 70 دولار، مؤكدا أن الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الإضافات في الجانب التشغيلي للموازنة على حد قوله. أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية أن تعطيل إقرار الموازنة المالية لعام 2023 يؤثر سلباً على حياة المواطن العراقي بشكل مباشر ويصيب القطاعات الاقتصادية في البلاد بشلل تام. وقالت عضوة اللجنة زينب الموسوي إن تأخير إقرار الموازنة يصيب القطاعات الاقتصادية بشلل تام في ظل اعتماد آلاف العمال على المشاريع المرتبطة بتلك الموازنة. وبدوره قال النائب عادل الركابي إن تداعيات تأخير إقرار الموازنة خطيرة للغاية، حيث سيتلكأ العمال في العديد من القطاعات. أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية أن العراق يخسر 37 مليون دولار يومياً بسبب توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي شمالي العراق. وفي وقت سابق أكد مسؤولون في وزارة النفط أن الاجتماعات بين وفد حكومة كردستان العراق وشركة تسويق النفط سومو مستمرة، مشيرين إلى وجود تفاهم بين الجانبين لحل مسألة تصدير النفط عبر تركيا. يذكر أن مصادر في وزارة النفط كشفت عن وجود مباحثات بشأن آليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بين الجهات المعنية في أربيل ومع السلطات التركية. أوصت لجنة المعنية بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمال الأجنبية بضرورة ألا تقل نسبة العمال أو العمالة العراقية عن 70% بالمشروعات الاستثمارية في البلاد. هذا وأوصت اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بتعديل نظام الاستثمار، إضافة إلى إعادة تكييف وضع العمال الأجانب المخالفين للقوانين العراقية النافذة، مشددة على ضرورة ضبط الحدود العراقية الإقليمية مع دول الجوار لمنع دخول المتسللين والحد من جرائم الإتجار بالبشر وتجارة المخدرات. وفي خبرنا الأخير، وفي ظل الاتهامات الموجهة للحكومة بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار في الأسواق خصوصا أسعار اللحوم، دعت دائرة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة إلى تخفيض الضرائب المفروضة على الحيوانات المستوردة. هذا وقال مدير الدائرة وليد محمد رزوقي، قال إن على شركة تجارة المواد الغذائية أيضا توزيع اللحوم بشكل مباشر على المواطنين كحل يسهم بخفض أسعارها. وكشف في الوقت نفسه عن وقف استيراد نحو 161 ألف عجل بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.